السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يوم أو يومين تقريبا نشرت مجلة نشر العلمية مقال عن اكتشاف جمجمة أثرية تعود لأربعة مليون سنة، بالضبط 3.8 مليون سنة، جمجمة أثرية لأحد الأسلاف المزعومة للإنسان، حاجة اسمها استرالوبيثيكس أنامينسيس. وعشان نفهم قيمة الاكتشاف ده أو الموضوع ده في إطار النظرية التطورية وسلسلة الحفريات وما يتعلق بالإنسان، احنا مهم نعرف إن الحفريات اللي بيقولوا إنها أسلاف للإنسان بتنقسم لقسمين كبار، قسم اسمه أشباه بشر وقسم اسمه أشباه قردة. وبين الأشباه البشر وأشباه القردة في فجوة كبيرة قوي. بس عشان ناخد فكرة واسعة أو فكرة عامة مختصرة خالص عن الحفريات دي، هنقول إن أشباه البشر اللي هم هومو، ودول بقى فيهم هومو إريكتس اللي هو الإنسان المنتصب، وهومو هابيليس الإنسان المستعمل للأدوات، وهومو سيبيان اللي هو إيه اللي هو الإنسان العاقل اللي زي حالتنا كده، وفي حاجات زي إنسان نيانترتال وما إلى ذلك، ودول بيعتبروهم أسلاف للبشر أو يعني أحد المحطات التطورية للإنسان البشري حاليا. وفي مجموعة تانية اللي هي بيقولوا عليها أشباه القردة، ودي في حقيقتها يعني عبارة عن قردة، يعني نفس سمات القردة من الفك البارز وما إلى ذلك. منها الأوريوبيثيكس، منها الأرديبيثيكس المشهورة قوي بالحفرية أردي، ودول أقدم شوية. في الأحدث بقى اللي هم إيه بيقولوا إن هم المفروض يعني حسبهم إن هم أقرب للإنسان، اللي هو عائلة القردة الجنوبية أو الأسترالوبيثيكس. أسترالوبيثيكس دي في منها أسترالوبيثيكس فرانسيس اللي هي الحفرية لوسي المشهورة، ومنها أختها أو بنت عمها اللي هي أسترالوبيثيكس أنامينسيس اللي كان الأول اكتشفوا منها دوب كام سنة كده وجزء من الجمجمة، جزء يعني حتة صغيرة كده اللي هي تحت جوف الودن. ومؤخرا في الكلام ده كان في 2006، مؤخرا في سنتنا هذه أغسطس 2019 اكتشفوا الأسترالوبيثيكس أنامينسيس، اكتشفوا جمجمة كاملة. طبعا عشان تعرف ايه قيمة الموضوع دوت، الفكرة كلها ان دول كلهم اشباه قردة، وانهم في حقيقتهم عبارة عن قرود، وان هي سلالات من القرود المنقرضة، قرود منقرضة يعني قرود بالدال ومنقرضة بالضاد. فدي هذه ليست أشباه، ليست أسلاف للإنسان، وإنما سلالات منقرضة من القردة. لكن الفكرة كلها أن القوم يريدون أن يبحثوا عن أسلاف الإنسان، لكن الحفريات اللي بتتكلم عن أسلاف الإنسان هي في حقيقتها عبارة عن مجموعتين، مجموعة اسمها أشباه القردة، القرد الجنوبي اللي هو الأسترالوبيثيكس وإيه والقرد أردي وما إلى ذلك، ومجموعة أشباه البشر الهومو، الهومو إريكتس والهومو سابيليس والإنسان نيانترتال وما إيه وما إلى ذلك، اللي في الآخر خالص آخر السلالة حسب تصورهم يعني اللي هو الإنسان العاقل أو الهومو سيبيانز اللي هو زي حالتنا. فالحقيقة إن أشباه الإنسان أو أشباه البشر اللي بيتكلموا عليهم دول في حقيقتهم عبارة عن سلالات من البشر، أجناس من البشر لكنها انقرضت، زي كده أجناس من الأفارقة انقرضت تحت الحروب والأوبئة وما إلى ذلك، زي ما الهنود الحمر كانوا على شكل انقراض، زي ما أهل الأستراليا الأصليين كانوا على شكل انقراض. هم ليه كده؟ بسبب الحروب والصراعات والكوارث والعوامل الطبيعية وما إلى ذلك. فدي أجناس منقرضة، أو مش أجناس بقى، نقدر نقول إنها سلالات منقرضة من الإيه؟ من الإنسان. كذلك القردة اللي بيتكلموا عليها دي قردة، أنواع قردة منقرضة، لأن كل صفاتها عبارة عن قردة، وإن كل اللي بيحاولوا يرسموه إن ما عندناش هيكل عظمي كامل، حتى اللي هي يعني اللي بيقولوا عليها هيكل عظمي اقصى حاجه يعني وصلوا لها اللي هي لوسي للاسترالوبيثيكس فرانسيس او القرد الجنوبي العفاري، هي في حقيقتها عباره عن يعني جزء من عظمه الفخذ وجزء من الحوض وكم ضلع واجزاء من الذراع وجزء من الذراع وما الى ذلك، لكن هيكل عظمي كامل تقدر تعرف منه طريقه الوقفه وطريقه المشي وما الى ذلك، لا طبعا ما فيش. والعظام دي زي ما هي تقدر تصورها، تقدر ترسم لها تخيل كإنسان واقف على رجليه، ممكن ترسم لها تخيل كقرد بيمشي على أربع رجلين، على إيدين ورجلين عادي يعني.
فالقضية كلها فيها جزء كبير من المبالغة. الاكتشاف اللي حصل ده ليس فيه إضافة حقيقية لموضوع تطور الحفريات، لأن احنا عارفين أن القرد الجنوبي، سواء القرد الجنوبي العفاري أو الأنامينسيز اللي هو ما عرفش اسمه بالعربي إيه، لكن سواء ده سواء لوسي سواء بنت عمها اللي هي اللي اكتشفوها من يوم ولا يومين، هم في الحقيقة عبارة عن قردة، قرد جنوبي استرالوبيثيكس، عشان كده هم بيقولوا عليها قردة، ودي في الحقيقة سلالات أو أنواع منقرضة من الايه من القرود. فأنا حبيت بس أحطكم في السياق العلمي لهذه المسألة، وإن هذا الاكتشاف لا يضيف جديدا أصلا للكلام عن أصل الإنسان والحفريات اللي متعلقة بإيه بأصل الإنسان المزعوم يعني عند التطورين وما إلى ذلك. وأتمنى يكون الفيديو ده مفيد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.